السلام عليكم، مبروك عواشركم وعيد مبارك سعيد. اشنو صاوبتي مسمنات ديال العيد ولا مازال؟ اجي نوريك طريقه سهله كيجوزو ويونين ما تشبعوش منهم. كناخذو جوج زلايف ديال الفورس مع زلافه ديال الفينو اولا السميد الناعم، وكنزيدو ليهم معلقه ديال السكر، معلقه ديال الملح، نص معلقه من الخميره الفوريه، ويمكن لكم ديروا تخميره الحلويات شويه، وكنخلطوها بالماء دافي، كندلكوها مزيان وكنخليوها ترتاح على خاطرها. من بعد كنكورها كويرات على حسب الحجم اللي بغينا، كنغطيوها حتى ترتاح واحد شويه باش تطلق معنا. التوراق كندير شويه الفينو مع شويه ديال خميره الحلويات، كنسرحوا الكره ديالنا اللي ارتاحت وبدات كطوع معنا مزيان. كنجيبوا الزبده دايبه مع شويه ديال الزيت، كنورقوا به من الداخل وكنرشوا مزيان داك الفينو. هكا كنطويو المسمنه ديالنا على الطول، كنطويوها هكا رقيقه، دائما كنرشوا داك الفينو، وهنا كنبداو نلويو ونجبدو ونجرو ونجبدو مزيان باش المسمنه في الاخر جينا مورقه. ومنين تساليو غطسوها في الفينو هكا مزيان، مرمدوها في الفينو وخليوها ترتاح مزيان واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، عاد باش قرصوها وديروها طيب. كنبقاو نقلبوا فيهم حتى كيطيبوا، يجيو مورقين وزويونين. جربوا هذه الطريقه كتجي زوينه، واذا كنتو مازال ما وجدتهمش العيد يلا راه باقي الحال هاد الليله، نوضوا حداكو فيها وصابوا المسمنات لغدا الفطور. روك عيدكم بالصحه والراحه.